بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة جدا بتواجدي معاكم النهاردة في ذكرى الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلوني في البداية أقول لكم على شوية حاجات. طبعا اللي حاضر تقريبا كلكم أولياء أمور صح كده؟ لا تتفاعلوا مع حد، ده احنا في محاضرة، احنا مش جايين لك، كلنا أولياء أمور موجودين صح؟ أيوة تمام. طيب خليني في البداية أقول لكم على تغير بصل التفكيري في ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا من الناس اللي كنت باخد برأيي لا، يعني ليه نحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم؟ ليه يعني يوم؟ لا، ولم يرد عن أي صحابة وأجمع العلماء وأجمع الآراء إن الاحتفال بهذا المولد هو بدعة وهكذا، ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يفعلهم التابعين، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو عايش. فإحنا إزاي نعمل أمر هو مش موجود؟ تمام. قبل ما نيجي في بلاد الغربة، قبل ما نبقى كلنا مغتربين في بلاد، يكاد اسمعوا معايا، يوم الجمعة نجتهد، وكل أم قاعدة سمعاني وكل ولي أمر أب سامع وعارف اللي أنا بقوله ده كويس، تجتهد اجتهاد شديد يوم الجمعة، ولا يوم الجمعة مش أجازة هنا، فتجتهد علشان نسمع أذان، أو لو البيت جنب أذان نجتهد علشان نحس أجواء وطقوس يوم الجمعة ما كنا بنعمله في بلادنا. يوم الجمعة له طقوس وله صلاة على الرسول السلام، والبيت بيتعدي، وبعدين صلاة الجمعة، وبعدين الأهل والأقارب، ولو كان في عزومة الأهل بيجوا أو إحنا بنروح، في جو يوم الجمعة، وبعدين جلسة الجمعة وجلسة العيلة والصلاة على الرسول السلام وسورة الكهف وهكذا. هنا بيبقى في صعوبة شديدة علشان بس إن إحنا يعني ناخد الجو ده والمستهدف أولادنا. فغيرت البصلة التفكير، هو كان ايه المشكله ان لم يفعلوا، يعني ايه العبره بالامر؟ طبعا يعني فقه المقاصد بتاعه الشريعه هي روح الشريعه، انا بسمي العلم ده كده روح الشريعه، فقه المقاصد. واحد يعني لما يتامل في مساله، احنا لسنا اهل الفتوى ولا لسنا اهل ان احنا نقول ده حلال وحرام، ولكن نرجع للعلماء في حاجه زي كده لما نيجي نشوف هو غلط في الممارسات اللي بيمارسها الناس من صوفية أو المدد والخيم اللي كانت بتتعمل وكل الحاجات الخاطئة أو الذبح لغير الله عز وجل، كل ده. لكن ما الضير اسمعوا، وخصوصا احنا في بلاد الغربة، حتى لبلاد الإسلام دلوقتي بقت بلاد غربة، عايز أقول لكم ان احنا نجتمع على مش يوم بقى، وانا هقول لكم دلوقتي على خطه عمليه نعملها مع اولادنا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها وايانا واياكم في ميزان الحسنات، ان احنا نجتمع على التذكير بالنبي عليه السلام. كم قال البنات والشباب الجيل الجميل اللي كان قاعد دلوقتي بيغلطوا ويقولوا كلام، ما الضير ان احنا نقول يلا نحيي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن احيا سنتي عند فساد امتي فله اجر شهيد. والرواية الثانيه 80. ما الضير ان احنا نقول بنحبك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، وتعالوا اما نعرفكم من هو النبي صلى الله عليه وسلم بالسمت والخلق والسيره والاحياء. ما الضير ان احنا نقول في حب رسول الله تعالوا اما ندرس كتاب الشمائل المحمديه، او نتكلم عن رحمه النبي، خلق النبي، فعل النبي، نبي الزوج. لما نتكلم النساء يفرحوا جدا بالقصه دي، زعل الرجال شويه، زعلوا. لما نيجي نتكلم عن النبي الزوج، خلق، مراعاة المشاعر، مراعاة الكلمة الطيبة، الطبطبة، يقول لك فن البروتوكول والإتيكيت كنا بناخده في الجامعات مثلا، في منهم 13 أصل من فن البروتوكول والإتيكيت، معروف إن هو عالمي متداول، تروح في أي دولة معروف إن أنت بتقعد كذا، الشوكة كذا، المية مش عارفة فين، بتعمل إيه. النبي صلى الله عليه وسلم فعله أكثر من 1400 سنة. لما نيجي نقول الزوج ده برنس جدا، يعني لما يجي يفتح باب العربية لزوجته مين بيعمل كده؟ فترة الخطوبة، بداية العقد، أول الزواج، بعد كده افتح الباب وزوقي، لما يتفتحش أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم فعله في غزوة من الغزوات، غزوة يعني شوفي بقى حرب وبتاع وجيش وإدارة وقصة وكده، وبعدين ادوا السيدة صفية، وكان يقترع بين زوجاتي مين اللي تطلع معاه في كل مرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم طلعت السيدة صفية، فكان البعير بتاعها ضعيف، فيعني استبطأ بيها، فبكت، وقف البعير بكت،
اعطيتوني بعير ضعيف. ويا بقى حاسه بقى كل شويه انت بنت يهودي ومش عارفه الكلام اللي كان بيتقال. فبكت وقف الجيش. مش بقى وانا جايبك معايا مش كفايه تحمدي ربنا ان انا مخرجك واديني مفسحك بقى جايه تعمل جيش بقى والناس وغزه؟ ما قالش كده عليه السلام، صلى على النبي، ما قالش كده. وقف الجيش كله وقعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وجعل فخذه الشريفه سلم اطلعي وطلعها برجله على البعير ورضيتي، وبعدين يمسح حتير عيط ويمسح على خدها. بنت مديه بقى فرحانه يعني، عارفه انتوا الحريم يحب الكلام، فتبكي وهو يمسح على خدها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مش بقى لا انت بتعملي، لا لا ده النبي الزوج. تعالوا ما نتكلم عن النبي الرؤوف الرحيم. الله عز وجل من اسمائه، احنا مامورين كده يعني توحيد، ان احنا نعرف توحيد الاسماء والصفات والافعال، توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. من اسماء الله عز وجل الرؤوف رحيم. رؤوف يلهمك الحل ويرشدك للحل قبل وقوع الابتلاء. رحيم لازم نتربى بعد الابتلاء. فالرأفة لمين؟ لأهل الله وخاصته، للخاصة. والرحمة لجميع الخلق. فعشان كده يقول اللهم اجعلنا يعني من الأولياء اللي بتربينا وبتعلمنا من غير حول منا ولا قوة. فالربانية هي التخلق بصفات الرحمن. صفة من صفات الرحمن وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى اتنين عطاهم للنبي: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ليه؟ اصل هو كده فعلا، صلوا عليه. لما نيجي نقول احنا بنحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما نحيي ذكرى، لما اقول الله اللهم بارك، مين دي؟ دي من امة رسول الله. الدليل عصمتها فعلها. يا رسول الله ان فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها. قال لا خير فيها. قال لا خير فيها. فالاصل ايه؟ الاصل الفعل. الدين مش انا اصلي السلام على مش كده. عبادات ده جزء. الدين معامله. وريني خلق النبي في تعاملك، وريني سمت النبي في كلامك، وريني خلق النبي ورأفته ورحمته ودين الاسلام في افعالك في تربيتك. هو ده الدين. مش تقول لك حته مقطعه بس احنا فرض يعني، ولا سمت ولا رايح من المسجد ما شاء الله ده الزبيبه قد كده في راسه، شوفي رايح المسجد وجاي من المسجد، مع انه اشهد له بالايمان يعني، ولكن فعل الفعل المعامله. فما نيجي نقول نحيي ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان بيعمل ايه؟ هو انا ينفع احيي ذكرى حد او احب حد وانا ما اعرفوش؟ لازم اعرفه. من هو رسول الله؟ لو هنيجي نوصف النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه، كان قران يمشي على الارض. لما نيجي نتكلم عن النبي الاب والنبي الحمى والنبي الزوج والنبي القائد، لما نيجي نتكلم عن النبي الاب، تعالوا شوفوا كده كان بيعمل ايه لفاطمه. بكت اليوم اللي توفاه الرسول عليه السلام فيه. ليه؟ اصله عمل حاجه ما كانش بيعملها طول عمره معاه. كان لما تهل السيدة فاطمة صلى عليه كان يقوم لها، يقوم ويستقبلها ويهش لها ويبش ويضحك ويقبلها بين جبينها هنا ويجلسها جنبه بجواره. فلما كان مرض موته اليوم المرض اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قدرش بكت. النبي الأب لما وصاها، لما زوجها لسيدنا علي ولا تحدث شيئا حتى أتم، ما تعملش حاجه لحد ما يجي، وجي وبعدين تبرك ودعا لهما ثم. النبي الحمى لما دخل على السيده فاطمه وسالها اين ابن عمك؟ فين ابن عمك؟ فين جوزك؟ قالت لي بيني وبينه شيء، هو في المسجد. اي حاجه بتحصل بين الازواج، ملح الحياه. فراح طبعا المسجد بقى مش سجاد بقى وبتاع، نايم على التراب. فقال قم يا ابا تراب صلى عليه. مش بقى وده عامله مش كويس ان انا متجوزها لك، انت مش عارفه متجوز مين ولا بنت مين ولا الكلام. وبعدين ده تعال النبي الزوج، يعني عندي مثلا بتاع حوالي 43 44 موقف مش فاكره كنت معداهم كام،
لحال النبي كزوج، ناخد منهم شويه حاجات. النبي الزوج لما حصل بينه وما بين السيده عائشه موقف، قال لها طب تمام، هو بيقول حاجه وهي بتقول حاجه، مش نبي بقى انا بقول الكلمه هو كده وانا راجل ولازم تسمعي الكلام وهو كده لما احمدي ربنا وانا لا وهو النبي عليه الصلاه. عارفين النبي يعني ايه؟ عارفين الرسول عليه السلام يعني ايه؟ مبعوث من قبل الله، سفير الله عز وجل في الارض، حبيب الله سبحانه وتعالى. اقول لكم موقف ان شاء الله في الاخر تعرفوا قد ايه مكانه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى. فلما حصل قال لها جيب عمر، قالت له لا، من تختاري؟ قالت ابو بكر ابوها. وده يدينا اصل في التشريع او اصل في الاحكام ما بين الزوج والزوج، لما يحصل مشكله هي تختار يا ابني، لا هو كده اذا كان ولا تعجب فلان، يعني مش بمزاجك والله، النبي اللي هو من هو افضل مني ومنك خيرها، فهي تختار مين يتحكم ما بينكم. فجاب سيدنا ابو بكر، فاول ما قالت قالت ايه؟ احكي قول ولا تقل الا الحق. مين واقف؟ ابو بكر. ابوه هم عليه جه يضربها، هو هل يقول الا الحق؟ هو رسول الله صلى الله عليه وهل يقول غير الحق؟ وجاي عليها يضربها، فمين حاش؟ النبي عليه السلام. ناش بنكش عشان تعمل كده، احنا مش جايبينك عشان كده يعني احنا. وبعد ما خلص الموضوع قال لها الا ترين ما شفتيش؟ حلت بينك وبين رسول، شفتي ازاي بقى انا جاي في صفك؟ صلوا عليه. الموقف اللي الشاب الجميل البرعم الصغير اللي كان بيحكيه على المسرح وهو بيقول على النبي صلى الله عليه وسلم من اعطيتها الدرهم؟ ما هو عشان عدل. من احب زوجتك اليك؟ من اعطيتها الدرهم؟ ولكن كلنا كنا عارفين كان احب زوجته اليك كانت مين؟ لا تؤذوني في عش. ولما ده قبل خديجة لما توفاها الله، لا تؤذوني في عائشة ولا في أبيها. وكان لكل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وفى حقه إلا أبا بكر، وده الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نتكلم النبي مع الأطفال، وده اللي نحكيه لأولادنا، تعالوا ما أحكي لكم النبي كان يعني يبقى قائد وماشي وراء أمة وراء تبليغ رسالة للعالم كله، بيجي النبي صلى الله عليه وسلم معدي لقى طفل بيبكي في يعني. يا عمير ما فعل النغير؟ اصله كان كل ما يعدي عليه ايه يقول له انا معايا عصفور صغير بربيه وبتاع، ويقعد يتسامر معاه وبتعمل ازاي معاه وما فعل، ويقعد يحكي له. وفي يوم لما بكى عمير قال له مات النغير يا رسول الله، يقعد وسام صحابه يقعد يواسي الطفل. ما ضرب قط، ما اساء قط، ما تلفظ بلفظ قط، ما قال لانس وخدم 10 سنوات لما فعلت ذلك ولما لم تفعل ذلك قط. كلمه قط دي يعني نهائي، ولا موقف حتى. صلوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث حاله معانا ومع الامه ان هو بيبعدنا عن النار، يدلنا على الخير. زي ايه؟ زي ما بيبقى فيه نار ولعه والفراش بيجي حوالين النار، هيقع غصب عنه، في الفراشه بتجذب للنور، هو النبي صلى الله عليه وسلم يذب عنها، ده حاله معانا. لما اجي نقول موقف يزعل، تزعلوش مني. لما النبي صلى الله عليه وسلم موقف يزعل، ناتي يوم القيامه. الرسول صلى الله عليه وسلم هيعرفنا ازاي؟ عارف الصحابه شافهم، هيعرفنا ازاي؟ ها ناتي ايه؟ غر محجلين من اثر الوضوء، يعني الاماكن دي بيضه ومنوره والرجول كده. فكان سيدنا عبد الله بن مسعود ايه؟ يبالغ في الوضوء، ليه عايز يجي منور كله؟ هو معروف سيدنا. واحنا احباب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من يفرط في سنه النبي، وخلي بالكم من النقطه دي، النقطه دي غايبه عنا وعن اولادنا. سنه النبي يسقط لحم وجهك خجلا يوم القيامه، بس لما تشوف يا نهار ابيض، ده في ناس مفرطه في فروض وبتناقش دلوقتي في فروض. احنا دلوقتي بنقنع المسلمين يا جماعه بالاسلام. عايز اقول لكم احنا بنقنع المسلمين دلوقتي بالفروض والاسلام، اسهل عليا ان احنا ندعو ناس يعني للاسلام من اول وجديد غير انك انت تقنع من كثره الشبهات. عشان كده هقول لكم جدول عملي في الاخر. لما نيجي نقول موقف للنبي صلى الله عليه وسلم يخلينا يعني ما يعدي يوم،
الا ما يبقى لنا حال يا ورد ذكر يا ورد احياء سنه جديده. بالنيه دي لازم لازم كل يوم يبقى فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي سلسلة جميلة اسمها سلسلة الحديث الواحد، حديث سطر كده بتاع حوالي أكتر من 60 حديث، حديث سطر ابحثوا عليه على جوجل هتلاقوه نازلة PDF. ونقول لعلم نفسنا والعيالنا، ونفكر نفسنا وأولادنا هنسأل عنهم دول من هو محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا الموقف يوم القيامة، تزعلوش مني من الموقف ده بس معلش لازم نقول، يوم القيامة في أربع مواضع ما يعرفش الخل خليل، ولا الأم ابنها، ولا الأب ابنه، ولا الزوجة زوجها، ولا أي حد، ما حدش يعرف حد في الأربع مواقف دول، عند تطير الصحف، وعند نصب الميزان، وعند الصراط، وعند القنطرة. ثلاثة دول في حديث واحد، والقنطرة حديث واحد. عند تطير الصحف تفتح السماء أبواب، وينزل الصحف كتابك، ففي ناس تاخد الكتاب بيمينها تتنطط في ارض المحشر، ها قوموا اقراوا كتابي اني ظننت اني ملاق، خلاص دي بدايه البشرى، فرحان وبيتنطط. وفي ناس تاخد الكتاب بالشمال، وفي ناس استغفر الله استغفر الله ياخذوا من وراء ظهره، تكسر يده الشمال وتبقى في الظهر ويبقى وشه في قفاه وقفاه في وشه. نسال الله العفو والعافيه، قولوا امين. طب بمزاجنا، طب انا هروح اخده مش بمزاجي، حسب العمل في الدنيا. ويموت المرء على ما عاش عليه. فأول موقف تطير الصحف، تاني موقف عند الصراط، عند الصراط عند الميزان، عند الميزان أنا هقول في الحديث يأتي يوم القيامة رجل بلحمة آدم، يعني سميك يعني مليان، وكان يقال إن جلد سيدنا آدم 60، يعني تقن جلدنا 60 مرة. ليه؟ وده سمك الجلد والعياذ بالله لأهل النار. ليه؟ عشان الجلد هو اللي بيحس بالسخونيه وبالحرق وكده، فيزداد العذاب. صلى الله عليه وعافيه. فياتي رجل لحيم يوم القيامه مليان، ويجي ميزان الحسنات وميزان السيئات، فالطب ميزان السيئات في ميزان الحسنات، يعمل ايه؟ فيرمي نفسه في الميزان، قال انا قوم لهم يوم القيامه ملوش وزن. ثم يجي عبد تاني اله عندنا شيء، الاثنين ده كافف الميزان السيئات وده، فقل له عندنا بطاقة يا رب. يفتح البطاقة فيها لا إله إلا الله، بسألها من قبل يطب الميزان، قولوا لا إله إلا الله، ده الميزان. وعند الصراط، الصراط ده حكاية بقى، الصراط ده عليه الخلق من أول خلق آدم حتى آخر خلق الله عز وجل، يبقى طويل ولا قصير؟ الناس ورا بعض كده صفين، طويل وأدق من الشعرة وأحد من السيف، ويقال في مسند أحمد على عبرانية جهنم أو فوق جهنم أيا كان، تحت النار منورة بقى وانت شايفة النار، لا لا استغفر الله صلى الله عليه وعافية، ألف سنة حتى بيضت، ألف سنة حتى احمرت، ألف سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. ثم عليها كلاليب، كلاليب خطاطيف بعدد شعب الإيمان. ها قلت لا إله إلا الله عدي، طب الكلباب اللي بعدها كان كذاب وقع، استغفر الله، يقع بقى كام؟ 70 خريفا واليوم عند ربك بألف سنة أو 50,000 سنة. يأتي على الصراط ناس بتقع قدام، وناس النور بتاعها شوية يقيد ويطفي، وناس نورها ينادي مالك خازن النار يا مؤمن يا عبد الله مر سريعا يلا عدي بسرعة فإن نورك يطفئ نار. مين دول؟ أصحاب قيام الليل، جعلنا الله وإياهم ركعتين قبل ما تنام ينوروا لك الموقف ده، وسويت بقى وصريخ وبتاع، وناس بتعدي صلى الله عليه العافيه ملائكه وهي واقفه بتقول، والناس بتعدي على الصراط ذكر الملائكه، اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، شايفين. ولما يشوفوا موقف يوم القيامه الملائكه ده، ربنا خالق ملائكه واقفه بتصلي، ملائكه راقعه طول هي وظيفتها كده من يوم ما خلقها لحد يوم القيامه، راقعه وملائكه ساجده وملائكه التكليف، الملائكة من يوم القيامة وبتشوف ملهم تقول اللهم سلم سلم من اللي بتشوفه. وبعد كده القنطرة، القنطرة دي خلاص عدى بقى وعدى الصراط باب الجنة قدامه، يبص تعالى واحدة جاية لك، فاكرة يا حلوة يوم الفلاني الساعة الفلانية لما قلتي عليا كذا، يا ستي قلت بقى خلاص ما سامع كامل ما فيش بقى، تقول لك لا عايز 10 حسنات، تقول لا والله خلصوا فيش يا دوبك نفدت، تقول لك بسيطة خدي 1000 سيئة من عندي والعياذ بالله. القنطرة دي حقوق العباد، عشان كده نخلي بالنا.
فالاربع مواقف دول. وفي موقف بقى في بدايه المحشر، وقال هي ارض فلسطين، وقال هي ارض في غير الارض، يوم تبدل الارض ايا كان، ياتي بجهنم مربوطه بسبعين الف زمام، في كل زمام سبعين الف حلقه، في كل حلقه ماسكها سبعين الف ملك، والنار عماله تتفلت منها. وبعدين يطلع لهب اسود ياخد ناس، دول ما يتحاسبوش، دول من حق عليه العذاب، ما فيش حساب. وتاتي ناس اول ما تشوف كده تجسو على ركبها، والشمس فوق الرؤوس، والدنيا عرق، والناس من يلجمه العرق الجامن، ويجروا على سيدنا ادم. ركزوا معايا بقى، بقول القصه اللي فاتت دي كلها عشان لكم الموقف ده لرسول الله صلى الله عليه. ده لو له بس الموقف ده، والله نفضل حياتنا كلها ممتنين لله سبحانه وتعالى، ونفضل كده نصلي عليه، ويعني نقول يا رب بس يعني يرضى عنا. ويروحوا لادم يقول لست لها، يروحوا لموسى لست له، يروح لسيدنا عيسى يقول لهم اذهبوا لمحمد. قبل الامر ده ياتي ملائكه السماء الاولى، ثم مجموعه الناس، ثم ملائكه السماء الثانيه، والقدم يعلوها الف قدم، ثم تاتي ملائكه الجبروت اللي هم حملت العرش الثمانيه. الفرق بين حاجبين كالفرق بين المشرق والمغرب، الجناح بتاعهم لو جه على بحر الارض المحيطات لجفت، ولو هز واحده غرقت الارض وما عليها. فلما يشوف افيكم ربنا، فيكم امر ربنا بالحساب، لانتظار وحش 40 سنه الناس في ارض المحشر منتظر، لحد ما يدلهم روحوا لمحمد. فيسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو الله ويحمد الله بمحامد لم يحمدها احد من قبله. فالله عز وجل يقول له ايه، اسمعوا بقى، يا محمد ارفع راسك وصل تعطى واشفع تشفع، قل يا رب امتي. فيذهب له، اذهب، فياتي في النار، وصفها ان هو يروح على سحابه فيسحب من المسلمين حبه ويرجع مره ثانيه يحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد لم يحمدها احد من قبله. يا محمد ارفع راسك وسل تعطى وشفع واسال شفع تشفع يا رب امتي، ويروح ثالث مره ويروح، ورابع مره يقول له ايه، يا رب امتي، قال له اذهب واخرج كل من في النار من كان في ذره اقل 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 نصعد اقل 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 ذره من لا اله الا الله. قولوا لا اله الا الله، اي لا معبود الا الله، لا الحارسه ولا الكانسه، لا الحارسه تحرس القلب من كل الشواغل والمتعلقات الا الله سبحانه وتعالى، والكانسه تكنس كل المتعلقات اللي في القلب. فيذهب اربع مرات. لو انا بجيلك او انا عارفه مثلا الاستاذه بتاعتنا بيني وبينها عشم، رحت لها مره سلفيني، تاني مره سلفيني، تالت مره، اللي يروح ويكرر ده يبقى ايه، هو غالي عند ربنا صلى الله عليه. من غلو النبي صلى الله عليه وسلم كان كرامه له، ما كان الله معذبهم وانت فيهم ابدا، ربنا مش عزمتهم انت فيهم يا محمد. طب مات لسه، طب واحنا طب احنا المساكين، وما كان الله يعاتبهم وهم يستغفرون. ما تزعلوش، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا اصحاب احبابي مني السلام، قالوا احنا احبابك، انتم اصحاب، هم احبابي، احنا الواحد منهم بتمانين، قالوا الواحد منا بتمانين منهم، دول الصحابه، انتم تجدون على الحق والخير اعوانهم لا يجدون. ليه مضيعين؟ لحب النبي عليه الصلاه والسلام في قلوبنا مش مبجل كده ومعظم، لسنه النبي عليه الصلاه والسلام كده في قلوبنا مش مبجل. يقول لك ياتي يوم القيامه لحم الوجه يسقط خجلا، خجل، ما انتش قادر من كسوفك من النبي عليه السلام. وده حاله في الاخره، هو بس كده في الاخره. بصوا لما راح، لما نبقى في مكان حلو، الكعبه عند الملتزم، وفي مكان او في مكان الناس اللي بتروح اي اماكن حلوه، تفكر الناس اللي بتحبها عايزين ادعي لك بايه، انا راحه عايزه ايه دعوه، انا اقول لك عن الله، مش بنعمل كده مع بعض يعني. النبي عليه الصلاه والسلام في المعراج ما نسناش، لما دخل على الله عز وجل سيدنا جبريل قال له ده مقام، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه على ربنا، يقول له ايه، التحيات لله، ما دي التحيات، والصلوات والطيبات الله عز وجل، السلام عليك يا ايها النبي ورحمه الله وبركاته. قال ايه، سلام علينا ها وعلى عباد الله الصالحين، جعلنا منهم يا رب، قولوا امين. ما نسناش. لما الواحد بيتفكر
او احنا كنساء مثلا خطب النساء، لما نيجي نتفكر للنبي عليه الصلاه والسلام كراجل، برنس البرانيس الصراحه. يعني لو يصح يقول كده عن النبي صلى الله عليه وسلم، له مقاطع وله، لا يعني راجل صاحب مشاعر، صاحب قلب، صاحب عاطفه، رؤوف، رحيم. ما بي لما فعلتي ولما ما فعلتيش، بيقول لك كالتنام على العجين حتى ياكله الداجن، السيده عائشه في حديث تليفون. والله ما نعلم عنها حاجه، تعالي نشوف، انا بوظتي الاكل، خربتي، انت جايب على جايه لك كده، جيب انت جايه كده عشان خرابي البيت، الميزانيه باظت بسبب. صلوا عليه. طيب ما نحتفل بالنبي عليه السلام، وده بقى اللي قالوهم فيه عليه للمسلمين. انا قلت لكم كنت صاحبه فكر، لا احتفال احنا طبعا مساجد حوالينا ونازلين اللي مش عارفه فين، وفي 8 مساجد وعندنا مسجد النهارده الصبح وبعدين بعد العصر في بقى. يعني انا عن نفسي كان في 8 مساجد في الاسبوع، الاسبوع 7 ايام بس كان عندنا 8 مساجد بالنسبه له، والمجالس الشرعيه والقران والمقارئ، وكانت الدنيا كلها الله ورسول الله. بس ما فيش، لما نيجي ناخد فرصه زي دي لاولادنا ونذكرهم برسول الله، ما هم شايفين احتفال الكرسي واي حاجه لها احتفال، الترميم وقع هنعمل له احتفال، ما اعرفش ايه حصل هنعمل لها احتفال. ولكن يبقى الله اجلسكم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على اهل الصف، انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ نذكر الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابو هريره معاه، الله اجلسكم، ما جلستوش الا لله سبحانه وتعالى؟ والله ما جلسنا الا لله سبحانه وتعالى. فايه؟ فابشروا، تذكروا عند الله سبحانه وتعالى، تذكركم الملائكه السياره، تذهبوا يغفر الله لكم، مجلسكم يغفر الله لكم. نعمل ايه؟ احنا عندنا طقس، بصوا يا كل ام وكل زوجه قاعده دلوقتي وبتسمعني، طقس ثابت، جلسه العيله، ولو جوزك معاكي بيحضر النهارده يسمع الكلام ده قولي له دكتوره هلا قال، ما يعدي اسبوع الا ما نعمل جلسه العيله. تمام، جم والدوام يوم الجمعه، جيتوا الساعه 5 والدنيا كذا، تمام اعملوا ماشي بالليل، اعملوا الفجر، اعملوا تاني يوم الصبح، مش مهم. جلسه العيله دي سبت نص ساعه، قول له بص يا ابن الحلال احنا هنقفل الراوتر وهنقفل الداتا بتاعه الموبايل، واقعد معانا نص ساعه مع الاولاد، فيها ايه، فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها موقف للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها سلوك او خلق بعمله العيال، فيها ثقافة عامة أو تربية أو تصحيح سلوك أو تعديل سلوك، بما إنك أم فاهمة ووعية وعارفة عيالك محتاجين إيه وإيه النقص اللي نعلمه. لازم جلسة العيلة. يوم أو شهر زي دوت ندرس، ما قلت لكم كتاب موجود على النت بي دي إف، درس كتاب الشمائل المحمدية. نعمل مسابقة لطيفة وبسيطة زي الكلام ده، وإن شاء الله يبقى 50 ليرة يعني. هنجيب بيها شوية هدايا ونغلفها بسلوفان وبنعمل، ومش هنخسر لك الميزانية بس أهو. واللي يجاوب يقولوا من باب التشجيع، لوحه الشرف اللي بنعملها ونحط عليها النجوم، واللي يجاوب واللي يعمل واللي يبقى مواظب معانا في الامر ده هتختار الخروجه بتاعت السنه الجايه، هتختار خروجه الشهر، هتختار هناخد فين العزومه الجايه، ايا كان. جلسه العيله هي جلسه لذكر ربنا سبحانه وتعالى، جلسه بعمل فيها فيدباك خلاص على الاسبوع او على الشهر او على الخلق او السلوك. بعلم فيها مين يقول لي نشيد عن النبي عليه الصلاه والسلام، مين يقول لي قصيد، مين يقول لي موقف اثر، مين عمل فعل النبي عليه الصلاه والسلام في المدرسه وده هيبقى عليه التي هياخد عليه 4 نجوم. مين هيعمل كده؟ والاب والام يشاركوا. هنا بقول انا بحبك يا رسول الله، هنا بقول انا مقصر، انا مقصر في السنة ومقصر في العبادة، بس أنا من بعد المحاضرة دي إحنا هنطلع نعمل كده معاهم، ويبقى الجدول ده محطوط، قصة، نشيد، مسرح عرايس، مفيش مسرح عرايس، هاتوا ملاية من الملايات للنساء وحطي مشبك هنا ومشبك هنا واعملوا مسرح عرايس ومثلوا السيرة. القصص المصورة، القصص المجسمة، أيا كان. ما تسيبيش أولادك. إحنا في الغربة محتاجين كل فترة نعمل تجميع زي لازم. مسؤول علاقات عامة في كل مكان، ده دوره، أحيي الدين، أحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنيجي نتجمع عن حاجة منسية، هنطلع السلالم نقول الله أكبر، ننزل السلالم نقول سبحان الله، أحيينا سنة. ماشيين السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، نحيي سنة. هو كده. في الآخر يعني أحب أختم يعني
يعني عذرا يا رسول الله، والله يعني لك العتبة يا رب حتى ترضى في تقصيرنا، وان احنا يعني كان نفسنا نمثل الاسلام بشكل وبسمت ان النبي عليه الصلاه والسلام يفرح بينا يوم القيامه، ملائكه تعمل لنا صفين كده ويفرح، نستقبل كده من الائمه، كل امام يدعو او كل امه تدعو بامام، نبقى امام احياء سنه النبي عليه الصلاه والسلام، قولوا امين يا رب، ونقول يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.